عشان نعمل الفراخ بقى المشوية. بنطلع الفراخ اللي احنا عدينا بيها المراحل دي كلها وتبلناها ونسيبها على الرف بتاع التلاجة من بالليل للصبح. هنحتاج معاها ايه؟ هنحتاج معاها قوانص وكبدة مسلوقين بالمية والخل والفلفل الاسود زي ما بنعمل دايما غلوة واحدة، وبعد كده اتشطفوا وتقطعوا صغير واترمت ميتهم واتغسلت الحلة بتاعتهم. عصير ليمون مع التتبيلة. وبعد كده عندي مجموعة خضروات من اختياركم، بطاطس، جزر، بصل، بسلة، زي ما انتوا عايزين جزر كمان تاني صغير. بعد كده للتشويح او للشوي او للجليز زي ما انتوا عايزين تسموه سموه، عندي زبدة، توم، زعتر، صلصة، عسل أبيض، وأكيد معانا ملح وفلفل برضو. وهنا في كسرول، الكسرول طلعتها بره النار بس سخنة، هنزل جواها الزبدة، الثوم المفروم، الزعتر، الملح، الفلفل الأسود، وبكده أبقى عملت الإيه؟ البداية بتاعت الجليز اللي هيتعمل على وش الفرخ. تمام؟ اهو ارفعه بقى على النار خلاص، انا هديت منه الحرارة. وبعدين اجي اعمل البصلة بتاعت التتبيل، بصل مع البصل، ملح، فلفل اسود، قرفة، حبهان، عصير ليمون. اشغل، افرم البصل ناعم خالص، ناعم خالص يعني بنعمه جدا جدا. باخد الصلصة انزلها هنا، هنا في ايه؟ في زبدة، ملح وفلفل، زعتر، ثوم مفروم، اتشوحوا مع بعض كويس قوي. هياخدوا دلوقتي مقدار الزبدة ونقلب كويس قوي، ونقلب كويس قوي. قلبنا، نرفع من على النار ونحط العسل، معلقة كبيرة من العسل بس. شكرا. يبقى كده الجليز اللي هعمل بيه الفراخ جاهز. تمام؟ تمام. البصلة اللي هتبل بيها الفرخة جاهزة. أتبل الفراخ بقى من بره، من جوه، وما بين الجلد واللحم، بحشي بالبصل. تمام؟ تمام. هسيبها تتبل شوية لحد ما اجهز لها الرز بتاع التسوية. هنا حلة سخنة، زبدة، بصل من بتاع التتبيلة، كبد وقوانص مغسولين كويس قوي في المية السخنة والخل، فلفل اسود، ملح، حبهان، قرفة، زعتر، تقليبة، بسلة وجزر مسلوقين او فروزن، تقليبة، رز مصري مغسول ومنقوع ومتصفي، كتير قوي يا اميره ده على الفراخ. ايوه ما انا بقى احطه تحت الفراخ كمان، يعني مش بس لحشوه الفرخه، انزل عليه بميه سخنه او شوربه. اول ما يوصل لنص التسويه باخد منه حبه ابردهم عشان احشي بيهم الفراخ، وبسيب الباقي يكمل تسويته عشان التقديم. تمام؟ هنقله على نار بقى هنا اهدى
اسيبه يستوي الاول نص تسويه، اخد منه المقدار اللي هحشي بيه واسيب الباقي يكمل تسويته للايه؟ للتقديم. اجي بقى هنا ابتدي احضر الخضار اللي داخل الفرن مع الفرخه، زبده، هما معلقتين الزبده الكبار اتقسموا على كل المراحل، تمام؟ ملح، فلفل اسود، قرفه، حبهان، زعتر، ثوم مفروم، ننزل الخضار، بصل، بطاطس كله ني، وابتدي احشي الفرخه بتاعتي. احشي الفرخه بتاعتي كويس قوي. الرز ده نص تسويه فبحشي الفرخه 3 ارباع بس عشان اسيب الربع الاخير للتسويه الاخيره بتاعه الرز. هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد من الخليط الرائع اللي احنا عملناه للفراخ الروستو، وينفع للفراخ من غير طبعا اكيد حشو، هتتبلوها بالتتبيله دي وتدوها الخليط بتاع الروستو ده على الوش اهو. هحط الفراخ دي جوه الكيس، هقفل الكيس، هعمله تخريمات وهحط ميه سخنه.